عمي معاذ هدول بتعطيهم لأمك خصنص. شلون يعني لأمي خصنص؟ مشان تسوي لك ياهم وتاكلوهم وتحلي سنانك انت والست الوالدي. يسلم ايدك عمي ابو محفوظ. الله يسلم اياك، ولا تنسى عمي معاذ تقول له هدول مني. شلون يعني منك عمي ابو محفوظ؟ شلون يعني؟ لك انا مو قصدي شيء عمي معاذ، ما عنيت شيء، بس كل قصدي انه انت والست الوالدي تحلوا درسكم وتاكلوا قطايف بالقشطه. يسلم ايدك عمي ابو محفوظ. يخلي لي اياك يا رب، ان شاء الله ما اكون لهنا. وينك؟ ركود ركود قبل ما تحمد القشطه، لانه الدنيا شوب. بخاطرك. الله معك، مع السلامه. ولازم تقول له انه يقول لامه انه هدول من ابو محفوظ. اكيد هي رح تساله، رح يقول لها هدول من عمي ابو محفوظ. قطايف وقشطه كمان؟ من ايمتى ابو محفوظ صاير كريم وفارد كيسه؟ من يوم يومه بخيل وايده ماسكه هيك. ايه انا جاي على بالي القطايف يا امو. لا تكون انت اللي قلت له بدك قطايف ولا؟ لا والله يا امو، لا والله. لكن هو اللي جابهم من سماحه نفسه؟ رجع له ياهم يا امو، رجع له ياهم. لا لا ترجعون، بس تاني مره يا ويلك تاخذ منه شيء. امرك يا امو، امرك. ايه يلا خدهم على المطبخ، جاي اساويهم. حاضر يا امو. ومن وين هالكرم اللي طافف على ابو محفوظ؟ من حق ابو محفوظ. سمعت انه الزعيم واخوه ابو شكري تخانقوا. اي والله يا عصبيك، وصلت بيناتهم لشيطان الرجيم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي الله يصلح لهن الجوز. امين امين يا رب العالمين امين. شو بدي اقول لك ابو محفوظ؟ بتفهمها لحرمتك وبتقول لها لا تلف وتدور على عروس لابنها. شلون عاصم بيك؟ احسن ما ازعل منك ومن صهري. ها لا اعوذ بالله، كل شيء اللي زعلك. سمعت لما ما سمعت؟ سمعت سمعت عاصم بيك، سمعت. حلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لك كل بقى حاجه تخوف خليني اعرف خيط لك يا امرك يا مو امرك. قلت لي بدك تشتغل حلاق كمان؟ ايه يا مو الله يوفقك، خليني اشتغل عند عمي ابو فايز. ايه مو هلا مو هلا. ليش يا مو؟ طيب بس تكبر لك شوي يا مو. أنا كبير، أنا رجال، أنا رجال. يغسل العين حولك. وأنت ما تقوم قاعد مثل النسوان المطلقة، ما تورجي أبوك إنك قد الحمل وبيقدر الواحد يعتمد عليه. اسمعوا لهالحكي، لسه بقولوا لي انزل على الأرض، أنا شو فهمني بالفلاحة والشجار والفلاحين؟ ولك فيق بكير وقصود باب الله. ما بقدر عمتي، ما بقدر. روح روح شوفه لهذا زيدو، لسه المقدم ما بيقول الله أكبر من الصبح إلا بتلاقي زرع مزروع بالخان. شو عمتي؟ شايفك رضياني عليه؟ حبيبتي؟ حبيبته؟ يحبوا حنش إن شاء الله. قال حبيبته، قال اضرب هو واللي جابه على الحارة. يا متحسين انت اعمل مثل ما عم تقلك عندك، في بكي وترك الباقي علي انا. ماشي يا مو، انا بحكي مع ابوك يفتح لك دكانة بنص الحارة. دكانة بنص الحارة؟ ايه. وشو بدي بيع فيها؟ يا مو اي شيء، المهم تشتغل، احسن ما تقعد بالبيت مثل النسوان. الحمد لله ما في حدا بالطريق. معاذ يلا يلا جي. اهلين عمي ابو محفوظ. لك يا اهلي وسهلا جيت. خود عمي خود، هذا وش اكل قماش؟ هي لك وهي لست والدي. ومشان شو هدول عمي؟ لك عمي مشان والدي تخيط لك اواعي جديده، وهي مشان تخيط الست الوالدي فستان تتباهى فيه قدام العالم. يسلم ايدك عمي ابو محفوظ. قديش بتطلع منك حلوه عمي ابو محفوظ، كلمه عمي كثير حلوه منك. فوت عمي فوت، ان شاء الله ما بتخلق عليك ولا عليها. فوت عمي فوت. مع السلامه. الله يسلمك عمي معاذ، الله يسلمك. روح روح. ما نبهتك لبقى تاخذ منه شيء؟ بس هو اعطاني اياهم. ايه روح رجع له اياهم اوام. يا مو انا بدي اواعي جديده. روح رجع له اياهم احسن ما اعمل لك قتله، فهمت؟ خلص امرك يا مو. يلا روح بسرعه. الله ينعم عليك ويرحمنا. شو في مساك؟ شو ما عجبوني الست الوالدة والله حبيبي. عم بقول لك مساك، خذ من ايدي. قولي على قامتي على هالشوفة.
شو هالقماشات هدول ابو محفوظ؟ منين شاريون؟ منين بدي يكون شاريون يعني؟ من عم بيع القماش. انت نقيتهم ولا هو؟ لك شو فرقت اذا نقيتهم انا ولا هو؟ لانه مو حلوين يا رجال، والله مو حلوين ولا بيناسبوا عروس. هو نقل ياهم. ان شاء الله يبعث له داء السل على هالذوق، العمى بعيونه والله مشرشحين. روح رجع لي هون، الله يوفقك، رجعون يا رجال. هلا ايش من كان فصليهم لبنتك سلمى، ايش من كان؟ لاني ما راح رجعهم. بس والله مو حلوين يا رجال، مو حلوين. لك قلت لك ما راح رجعهم. ما راح رجعهم. الله لا يوفقوا هالبياع، شو ما عنده ضمير، يخرب بيته على هالقماشات. امشي الكاسد ومخبي الظريف، تروح عينه الهي. شو هالمنظر؟ يبعت لي حمنا عليه. وليش هيك عملت امه؟ ليش زعلته للصبي؟ معها حق يا مو، معها حق. بشو معها حق؟ سلوى قالت لي انه هذا الزلمه عم يرسم مشان يتجوزها، وعم يعمل لها حركات ليحببها فيه. يا انت شو عم تحكي؟ مثل ما عم خبرك، ورح اقول لك كل شيء قالت لي اياه بالحرف. هاتي لشوف احكي. هديك المره فتحت لها ورد على الباب. لا كل ما نفتح لا انا عمي معاذ. عمي معاذ تفتح حبيبي، تعال تعال الله يرضى عليك تعال. خير شوفي. ما في السلام عليكم عمي معاذ. السلام عليكم. شوفي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. يا حبيبي يا نور عيوني، قولي ما بدك تشتغل، كنت لقيت لك شغل هون عندي بالقهوة. ما بحب شغل القهوة. ليش مو شغل القهوة؟ ما بحبه. شو الشغلة بالغصب؟ يا أخي لا تحبه، بس كنت بدل الشغلة عم تشتغلها هي، لقينا لك شغل أحسن، أحسن من الشغل اللي عتاني بالخار. ليش مين وأنت قلت لك إنه بدي أشتغل؟ أنا عمك أبو محفوظ. أنا ما عندي عم اسمه أبو محفوظ. سويني عمك. أنا ما عندي عم. بضلنا غالي ما رح ازعل منك عمي معاذ. لسه بيقول لي عمي. لك اهلين معاذو. لين كرام، احلى شب من حاره. لك على راسي والله. سلام شباب. الله معك. ايه عمي معاذ، هذول التنتين انا يعطر، وحده لك وحده للبيت. شلون يعني؟ عمي معاذ هي فيها عطر رجالي، يعني الك، مش هتتعطر فيها قدام الناس وتشوف حالك بريحتك الحلوه. والثانيه؟ الثانيه هي مو لك، شنو هي؟ عطر نسوان للحريم يعني عمي معاذ. زيك زيك عمي معاذ. الخور من ايدي مساك. ليش عمي معاذ؟ عم بقول لك مساك احسن ما اكسره. لا طول بلا ما في الحقن هذيك العصبه، ليش ما بدك تاخذهم؟ ما بيلزمنا نحن عمي، ما بيلزمنا. شو معاذ؟ شو هالولد هذا؟ كرم مور بلين عمل لي نفس ارجيلي. يلا من عيوني عمي. الله يرضى عليك، كثير بالك على الرزق، انا حسه راجح. ولا همك يا عوض. ايوه وانت ليش حتى تاخذهم منه ولا؟ والله ما اخذت منه شيء معلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك معاذ شو كنت عم تحكي مع ابو محفوظ؟ عوض 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 لاحكي لك. شو في؟ يا سيدي هلا ابو محفوظ بقيته عم يلعب بديله، قال شو اعطيه لمعاذ النينتين عطر وحده من بيناتهم حريمي. ليك ختيار رجلك. لك ابو محفوظ شو في؟ نحن من ايمتى بنبعث اغاني كالوني عطر بيوت الحريم؟ من ايمتى؟ بس انت ليش كل هذا مكبر عمي عوض؟ ليش مكبرها؟ انا بس اشتهيت لمعاذ العطر اللي بحطه لحالي. وقليت العطر الحريمي اللي بعته لامه كمان، هي انت بتحط منها؟ انا بعت العطر الحريمي؟ لك منين الحكي هذا جايبه انت؟ منين؟ انا ببعت له؟ لك معقول اسوي؟ عم تكذب، عم تحكي الحق، ما بعرف. انا اللي بيهمني انه عيب بحقك هي الحركات، عيب. لك شو العيب اللي سويته؟ اذا اعطيته لمعاذ لنين العطر؟ وما رضي ياخذها بعدين. انت سويت قله ادب، لك احترم قدرك بالحاره. طلع من اوتي، طلع من اوتي. طالع يا ابو محفوظ طالع. بس يا ويلك تفكر تعيد هاي الحركه مع المستوره. لا قلت لك طلع طلع. يا ما والله تبهدلت.
شو هالبلوة اللي جبتها لحالي غيرها؟ الهم مالك الله بيبعت لك. افتح كفك عمي معاذ، خذ دوري. خلي عمي الزعيم، خلي الله يخلي لي. خلص امسك من ايده للزعيم، هذا البركة. دير بالك على امك، انت رجال بيتها. بعيوني. ايدك عمي. الله يرضى عليك. بدك شي معلم؟ روم ميسرة سلامتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عادل. مر زعيم. روح ابعت لي ام محفوظ. صار زعيم. والله يا زعيم شكل المية عم تمشي من تحتنا وما لنا دريانين. يمكن ابو محفوظ نيته صافية. لو كانت نيته صافية كان بيدق الباب، ما بينطوط من الشبابيك. انا عم دير بالي على بيت الارملة. بطلع واطي بنظركم؟ والله اللي بدي ابعت على بيت ارملة عطر ويدلل ابنها الطالعة والنازلة ويجيب بالفستق والبندق واللوز واللذي منه بينشك بامره ما هيك؟ اه كل الشيء عم تعمله لك ابو محفوظ حسنه لوجه الله تعالى. هذا اللي عم بعمله. شو بكون عملت يعني؟ كل خير. ايه انا هذا اللي عندي. السلام عليكم. عود ابو محفوظ، ما خلصنا كلامنا معك. مور زعيم، انت شو عم تفكر ببيت الارمله يا ابو محفوظ؟ باذن الله كله خير، كله خير. يلا بخاطركم. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.